انه لما كان الاستاذ مسكيني يوقع فيه قطعوا المتهم توفيق بواشري دخل سنة نطس عند هيئة القضائية قلت لهم راه ما عندوش الحق ممنوع عليه من عند كليا طبقا لقواعد قانون المسطرة الجنائية التي تنظم الحلقة المحاكمة ما عندوش الحق هو آخر من يتدخل في القانون هو آخر من يتدخل اعتراف عن المطالبين بالحق المدني فالوكيل العام فدفاع المتهم ويتهجم عليه ما عندوش الحق شكرا تهجم عليه وانا بالبدله ديالي ودفع لي امام الهيئه القضائيه ونبو السيد القاضي قالوا ما عندكش الحق حنا طلبنا هادشي باش يدون في المحضر الجلسه والاستاذ نقيب زيان كعادته لم يرقه الامر كيشوف زملاء وزميلاته يتعرضن للاهانه هو السي توفيق بوعشرين بغى واحد المرافعه على المقاس حنا ما غاديش نديروا ليه مرافعه على المقاس ديالو غنديروا مرافعه كتنسجم مع القناعات ديالنا مع اضرار الحقات الموكلات ديالنا مع الوقائع ديال هذه القضيه ومع ما تعلمناه في مهنه المحاكمه.